سميتي بوجمعة وكيعيطوا ليا بوب. البنات اللي كنت لقى معاهم ما فيهمش هذاك الشيء اللي كنت كنحلم به ولا ما نعرف. من خلال هذا الفيلم أخذت جزء أقدر عليه على الهجرة وسؤال وضعته للناس اللي هما في الهجرة، ما الحقيقة؟ هل الآخر يرفضك أم أنت رفضت المجتمع اللي أنت فيه وبقيت منغلق على نفسك؟ وهذا سؤال أطرحه من خلال الفيلم دون أن أتحدث عن مشكل الفقر والبطالة والأوراق وكل هذا، بحيث أن أبو جمعة له بطاقة وله فيزا ويمكن أن يتنقل وإمكانيات مادية يمكن له يتنقل فيما بغى في العالم. تتو لسي تومي لابا تو بور فيان ايسي شيرشي تون امور. T'as même pas une photo, pas une adresse, t'as qu'un œil. ولكن من هذا هو اللي خلاني نتنقل عفوا ناخذ الهجرة من هذه النقطة الصغيرة فقط وبانت في الفيلم الحمد لله. Ce n'est pas la vie que بغيت نكون عايش. En tout cas, bravo عليك. علاش؟ حيت قدرتي تقولي لا.